شو علاقة أهم وأرقى مولين في إسطنبول بمشروعنا العقاري الجديد؟ أنا حالياً في مول وادي إسطنبول، يعد واحد من أحدث وأرقى المولات التجارية، يحتوي على أبنية سكنية وتجارية، حققت عوائد ربح عالية لمالكيها فور الانتهاء من عملية تسليم المشروع. وصلنا لمول زورلو سنتر، يعد أفخم مولات منطقة بشكتاج، واللي بيحتوي على العديد من الماركات العالمية. كذلك الأمر على أبنية سكنية وتجارية تعد الأفخم على مستوى إسطنبول. طيب، وشو علاقة هدول المولين بمشروعنا؟ المشروع بمنطقة توبكابي بجوار سور القسطنطينية، وعلى بعد دقائق من بحر مرمرة، من تنفيذ كبرى الشركات الإنشائية في تركيا. المشروع يحتوي على مول تجاري ضخم ومحلات بتجاوز عددها 175 محل تجاري، بالإضافة لمبنى فندقي. أما بالنسبة للأبنية السكنية، فالمشروع بيتألف من 16 بناء سكني وبيضم 1441 شقة سكنية بأنماط شقق متعددة، من غرفة وصالة للخمس غرف نوم وصالة. المشروع يعد فرصة لا تعوض للحصول على عائد استثماري مرتفع مع اكتمال عمليات بناء المشروع. استفد من الأسعار الافتتاحية واحجز لنفسك شقة في أرقى مشاريع إسطنبول.